السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح السلام والخير والرحمة والبركة. صباح الخير عليكم كلكم. وحشتوني جدا، أتمنى أن أنتم كلكم تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. النهاردة إن شاء الله آخر حلقة معانا في الموسم الأول من برنامج ذا دريم، اللي نجح بفضل ربنا سبحانه وتعالى، ثم بفضل متابعتكم ودعمكم وكل اقتراحاتكم اللي قدمتوها للبرنامج عن طريق أرقام التواصل. وطبعا بفضل برضو استاذ اشرف والشيخ احمد وكل النصايح اللي قدموها للشباب اللي معانا، وانا برحب بيهم وبشكر طبعا كل المواهب اللي اشتركت معايا وكل الناس اللي جت من اماكن بعيده جدا علشان خاطر تثبت موهبتها وتطلع للنور وتقول ان في امل وتقول ان في بكره، وكل اولياء الامور طبعا اللي اهتموا باطفالهم وحبوا ان هم يظهروهم ويطلعوا منهم حاجه كويسه جدا. وطبعا بشكر كل فريق الاعداد والناس اللي ورا الكاميرا اللي تعبانه معانا جدا عشان نظهر معاكم بالصوره اللي احنا طالعين بيها دي، وان شاء الله باذن الله هنكمل معاكم في الموسم الثاني، وهيتم الاعلان عن دوت عن طريق برضو ارقام التواصل اللي بتبقى عن طريق البرنامج، وان شاء الله هنطلع باطلاله مختلفه وشكل ثاني باذن الله، ومستقبلين كل اقتراحاتكم ومستنيين كل موهبكم وتبقوا معانا ان شاء الله. والنهاردة معانا مجموعة مميزة من المواهب اللي هتبقى مسك الختام في الموسم الأول، وهنفتتح بالموهبة الأولى معانا اللي هي هنا مصطفى. ازيك يا هنا؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ الحمد لله. عندك كام سنة هنا؟ أنا عندي 8 سنين. ايه هتقدم لنا موهبة ايه النهاردة؟ هقدم قصيدة بعنوان من أين أبدأ؟ انتي بتحفظي اشعار واناشيد وكده؟ ايوه حضرتك. بس وبتحفظي قران؟ ايوه. وصلتي لغايه فين في القران؟ وصلت لغايه الطلاق. اللهم بارك. ممتازه. وحصلتي على جوائز قبل كده؟ حصلت على جوائز. في ايه؟ في مسابقات وحفلات، و يعني حصلت على جوائز كتير منها وخدت شهادات و شهادة تقدير وكده. جميل يا هنا، جميل جدا. طيب اتفضلي تقولي القصيدة. حاضر. من أين أبدأ من أين أبدأ والحديث غرام، فالشعر يقصر والكلام كلام. من أين أبدأ في مديح محمد، لا الشعر ينصفه ولا الأقلام. وصاحب الخلق الرفيع على المدى، وقائد للمسلمين همام. هو سيد الأخلاق دون منافس، هو ملهم، هو ملهم، هو قائد مقدام. ماذا نقول، ماذا نقول عن الحبيب المصطفى؟ فمحمد للعالمين إمام. ماذا نقول عن الحبيب المجتبى؟ في وصفه تتكسر الأقلام. رسموك في بعض الصحائف مجرما، في رسمهم يتجسد الإجرام. لا عشت إن لم ننتصر يوما فلا، فلا سلمت رسومهم ولا الرسام. وصفوك بالإرهاب دون تعقل، والوصف دون تعقل إقحام. لو يعرفون محمدا وخصاله، هتفوا له ولا أسلم الإعلام. هتفوا له ولا أسلم الإعلام. ممتازة، ممتازة جدا يا هنا. تعقيب حضرتك أستاذ أشرف. جميلة هنا، وصوتها على فكرة ما فيهوش شجن، يعني بحس فيه بالتفاؤل وهي بتقول القصيده. قوة. القصيده تتطلب التفاؤل فعلا. بالتوفيق يا هنا، بس ارجو من اللي هو بيدربها يعني التوجيه نحو القواعد النحويه، انما هي ك ك كسن والقاء، وتبارك الله بسم الله ما شاء الله يعني. بس هي القاء مش انشاد. تمام صح كده. القاء جميل. طيب حضرتك، حضرتك يا مس ايات، في تعليق كبير عايزه تقوليه حضرتك ولا ايه؟ هلا انا فرحانه بيكي جدا، وشايفاكي نموذج مشرف جدا لكل الاطفال، واتمنى كل الاطفال يبقوا زيك ويقتدوا بيكي ويحفظوا اشعار ويقولوا اناشيد ويحفظوا قران ان شاء الله. وانا فرحانه بيكي جدا وسعيده جدا بمشاركتك معانا. تعقيب حضرتك عليها شيخ احمد. هي ما شاء الله ربنا يحميها ويبارك فيها يا ربي، عندها الجراه والشجاعه الادبيه، وعندها طبعا الثبات، ده اهم شيء، عندها الثبات. ولكن يعني
مش ناقص فيك يعني ولا حاجه، بس عايز مخارج الحروف تظهر شويه. بس ممتازه بالنسبه لسنها. اه سنها جميل جدا بالنسبه لسنها. اه ولكن يعني ربنا يبارك فيك. صوره الحشر لو في وقت هنخليك تقولي. اه لو في وقت هنخليك تخشي تاني مداخله معانا تاني وتقولي معانا تاني في اخر الحلقه. تمام تمام ماشي حبيبتي. طيب بالنسبه يا استاذ اشرف للشعر والالقاء، لو عايزين نخلي التجربه الشعريه فيها فلسفه بالنسبه للشعراء، يعني طبعا التجربه الشعريه بتبقى في الغالب وجدانيه وبتتكلم عن الاحساس والرومانسيه، ده الغالب اللي بيتقدم معانا في الاساس. اه لو احنا عايزين نخلي الشعراء يتجهوا الى فلسفه شعريه، يعني الشعر يخاطب العقل اكثر من العاطفه. جميل. ايه اللي المفروض انا كشاعره الخطوات اللي انا انتهجها بحيث ان انا اقدم لون مختلف؟ تتخطى مرحله الوجدانيه، يعني احنا هنتكلم الشعر اللي بيحركنا اساسا للحاله الوجدانيه او الحاله العاطفيه. عند مرحله معينه المفروض ان انا بتخلى على ده وبكتب بيئتي بقى. انا بكتب البيئه بتاعتي، يعني انا هقول لحضرتك مثلا انا عندي 8 دواوين، نادرا ما تلاقي قصيده عاطفيه يعني، وبتبقى بحاله ملحه او تجربه اتحكت. فنكتب البيئه اللي حوالينا كتير، نتكلم على كل الموجود، عندنا مشاكل، عندنا قضايا، عندنا حاجات كتير، صور في المجتمع المفروض ان احنا نعبر عنها. تمام. باي شكل او باخر يعني. طب ده حضرتك مثلا هيستوجب من الشعراء ان هم يتعمقوا في القراءه، في القراءه بشكل معين، او في مواضيع معينه المفروض ان هم يعني يتناولوها بالقراءه بحيث ان يبقى عندهم تلون فكري؟ لا، هو الشاعر عشان يبقى شاعر لازم يقرا شعر كتير في الاساس، ويسمع شعر كتير. ده بعد كده هو اللي بيتيح له السبل ان هو يشوف الحالة اللي قدامه ايه وبيكتب عنها، يعني لان المفروض انا مش بكتب نفسي بس. صح. انا بكتب نفسي ومجتمعي. اكيد اكيد. طيب معانا الموهبة التانية استاذ باسم ناصر. واستاذ باسم اهلا بيك معانا. حضرتك عرفنا بنفسك. باسم ناصر، شاعر غنائي وسيناريست من محافظة القاهرة، مدينة نصر بالتحديد. طيب حضرتك ليك دواوين، لك اعمال؟ اه الحمد لله، ليا ديوان ضحكة ألم، وهو ديوان الأول يعني لسه جديد. حصلت على جوائز قبل كده؟ اشتركت في مسابقات؟ لا الحقيقة في حفلات شعر مع الأستاذ هشام الجخ في ساقية الصاوي. بس لكن مسابقات أو تمام يعني حضرتك اشتركت في حفلات وحاجات زي كده؟ كان ليا ممارسات كتيرة. تمام. الحمد لله. تمام. طيب نتشرف بالمشاركه بتاعت حضرتك معانا، هتقدم لنا ايه النهارده؟ قصيده يوم ما بكت امي. تمام، اتفضل حضرتك. بنيجي الدنيا قلوبنا صافيه وبنعيش بالفطره، بنتحمل كل ما تعبها لو لاقصى فتره، لكن بيقلمنا روح من غضب الله شكل وعيون ام اذا بكت. يوم ما بكت امي قهر حلمي واعتصم، فكيف تبتهج حياتي وكيف أحلم؟ دموعك يا أمي انجفت من خدك لا ينساها قلبي، ولا هتفارق عيني أنا اليوم مقابل ربي. بالله عليكي بلاش دموعك لو مش عايزة تعبي. دموعك يا أمي زي آخر نقط في دمي، غرقتني في بحر هموم زاد هم على همي. ما على هم يوم بكيتي جف دمي من وريدي، وقتها كفني كان بإيدي، بس خشيت لفي دموعك تزيدي. بيدي بيدي يا أمي حزنك كما تريدي، ولا تبكي لكي لا تقهري سعيدي. تحملي كما تحملت مشاق الدنيا، فالجنة تحت قدماك وبين يديك. فبلاش دموعك الله يخليك، وما تزعليش مني، ما تزعليش مني لو كنت سبب إنك بكيتي، ما تزعليش لو كنت معايا في يوم عانيتي. سامحيني لو همومي عن الحياة ردتك، واعذريني لو في أرض البور دبلت وردتك. ما تزعليش لو سوء حظي مال بختك ومريح خدك، وأنا آسف لو في موج الهموم معايا خدتك. وما تشغليش بالك لو جم قالولك إني مشغول بالي، كفاية أيام ضيعتها لك بس تدعيلي يتعدل حالي.
والمال بختي أنا وما اتسطرتش، أنت عارفة أني ما اخترتش، كان نفسي أساعدك ومع هموم الدنيا ما قدرتش، فما تزعليش لو في بعد الناس أزوكي، وما تبكيش لو جم يوم في عزوكي. شكرا ليك يا أستاذ باسم، شكرا. تعقيب حضرتك أستاذ أشرف؟ أول تعقيب هو بسم الله ما شاء الله، يعني هي في مشروع شعر، يعني حاول تحفظ قصيدتك، لأن الإلقاء أو القراءة من الكراس أو الكشكول بيضيع نص مجهودك فيها. بالظبط. أنت لو ده اللي حصل دلوقتي. هتتلجلج، هتقف بتاع، إنما أنت لو حافظ هتقول تلقائي. دي حاجة. الحاجة التانية بقى نقول بالتوفيق، وفي بعض الملاحظات هنبقى نقولها مع بعض بقى بعد البرنامج. ماشي يا استاذ اشرف، شكرا لحضرتك. بالتوفيق ان شاء الله. شكرا لك يا استاذ. بس ده عند حضرتك تعقيب الشيخ احمد؟ لا، هو ما شاء الله يعني الشعر متفوق على نفسه في السن ده ويطلع الكلام ده، حاجه معبره جدا وحاجه حلوه، ومستقبل الشعر زي ما قالوا استاذ الشعر ايهاب ما شاء الله، ربنا يحفظه ويشرف فيه. شكرا استاذ بس. شكرا، ربنا يحفظك يا رب. بالتوفيق. موفق موفق ان شاء الله. ده بالظبط يا استاذ اشرف اللي كنت لسه بكلم حضرتك عنه، فكره التجربه الوجدانيه في الشعر والفلسفه. القصيده بتاعت استاذ باسم تجربه وجدانيه، احساس. الشعر المفروض بيخرج بره الاطارات ديت. انا هكتب عن امي، مين فينا ما كتبش عن ام؟ طبعا شعر كاتب، هكتب عليها مره، هكتب اتنين. بعد كده هكتب ايه؟ هكتب عن حبيبتي مره واتنين وتلاته. طب هكتب ايه بعد كده؟ انا طب ان احنا نعمل الكلام ده بدرجه من درجات الفلسفه، هل بيستوجب ان هم يقراوا في الاعمال الفلسفيه مثلا؟ لا مش شرط يا فندم، هو لو قرا حاجات اجتماعيه اكيد لو اطلع على اخبار هيكتب كويس. انا ممكن في موقف بسيط، انا كان بنت معديه قدامي، بنت عاديه معديه لابسه اسود بتبكي، مالك يا بنتي؟ قالت لي والله بابا. يا بنتي طب انت بابا ميت من سنتين، انت بتعيطي النهارده؟ قالت لي لا، اصل انا عملت معاه موقف كذا وكنت مصره على اني اجيب النيش في جوازي، فانا كتبت عن النيش، ايه المانع؟ وطلعت حاله برضو جميل، رغم انها مش وجدانيه يعني. فالمفروض ان احنا نخرج بره الاطر، يعني احنا المفروض بنخرج بره الاطر التقليديه للقصيده يعني. تمام. معانا الموهبة التالتة نور الدين حسن، عرفينا بنفسك نور الدين. اسم نور الدين، قرية الرودة، مركز في أسف، محافظة الشرقية. عندك كام سنة؟ عندي 12. هتقدمي لي ايه؟ أغنية نشيد. اسمي نشودة. ايه؟ اسمها ايه؟ قمرون. علي صوتك، علي صوتك. اسمها ايه؟ قمرون. قمرون؟ انت اصلا بتغني او بتعملي اناشيد، بتشتركي في المدرسه في انشطه في حاجات زي كده؟ تمام ماشي. طب اتفضلي يا ناردين. قمرون، علي صوتك شويه. قمرون قمرون سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. قمرون 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 سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. وكف المصطفى كالورد نادي، الله الله، وعطرها يبقى إذا مست آياتي، الله الله. وكف المصطفى كالورد نادي، الله الله، وعطرها يبقى إذا مست آياتي، الله الله. وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد. حبيب الله يا خير البرى، يا قمرون 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 سيدنا النبي، قمرون وجميل وجميل
جامل سيدنا النبي وجميل، ولا ظلا له بل كان نورا، الله الله تنال الشمس منه والبدور، الله الله ولا ظلا له بل كان نورا، الله الله تنال الشمس منه والبدور، الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا، ولم يكن الهدى لولا ظهورا، ولم يكن الهدى لولا ظهورا، حبيب الله يا خير البرار يا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون، وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. شكرا لك يا نورديني. تعقيب حضرتك الشيخ احمد. ما شاء الله موفقة ومشروع ما شاء الله جميل، بس ولكن هي أول مرة تطلع في التلفزيون. هي برضو عندها الرهبة برضو واخدة منها شوية. الشيء الثاني برضو عايزة فيه في قوة في الأداء، مع إن الريتم بتاعك كان كويس وإيقاعك ممتاز ما شاء الله، وبرضو عايزة كتر التمرين وعايز الثبات شوية. وأحسنتي، الله يفتح عليك. حضرتك تعقيب أستاذ أشرف؟ هي جميلة، بس هي خوفها إن هي يفوتها حاجة جعلها متسرعة، بقت تلاحق الكلمه بالكلمه يعني. بس هي مشروع كويس بسم الله ما شاء الله يعني. بس كانت ماشيه بريتم و ماشيه بريتم وماشيه بديكه يعني، بس حتى متعجلة. في ريتم كده برجلها ماشيه فيها عجوله شويه مع ايقاع اسمه ايقاع. يعني زي العروض كده، حركه وسكون حركه وسكون مع الايقاع بتاعها، بحيث هي ما تنساش وتمشي كويس، بحيث ما تنشزش ما يكونش في نشاز. ربنا يوفقهم جميعا يا رب. ومع الموهبة اللي معانا خلود أحمد، عرفينا نفسك يا خلود. أنا خلود بدرس في كلية تجارة لامة الصغيرة وهقدم دوبلاج. تمام. طيب يعني في كورسات خدتيها في الدوبلاج؟ اشتركت في حاجات في مسرح الكلية عندنا، وكنت قبله كنت في مسرح المدرسة واخدة شهادات تقدير. تمام. طيب هتقدمي لنا ايه النهاردة في الدوبلاج؟ ديزني. طيب اتفضلي. طيب ده مشهد لبنت اسمها إلي. انت هتقدمي مشهد واحد. طيب. بتعمل ايه ها؟ ما تعرفش ان ده نادي خاص والدخول بس للمكتشفين، مش لاي عيل في الشارع لابس لي نظاره وخوذة تكونش فاكر نفسك مستكشف. ما ترد. ماشي، بقيت عضو. الف مبروك، هعلق لك شارة العضوية. ايه ما بتتكلمش؟ ايه ما بعدش؟ اسمي إلي. عارفة بالونتك راحت فين؟ يلا بينا نجيبها. اهي هناك، يلا روح جيبها. يلا روح. ده مشهد في مشهد تاني لأم روبونزل في مسلسل في كرتون روبونزل. بيحبك؟ بس يا روبونزل بطلي عبط، ده اللي كنت خايفة منه موت، قصة حب وهمي وصدقتيه، وده يؤكد لي البراءة اللي انت فيها. هيحب فيكي ايه فوقي بقى لنفسك؟ مش معقول فاكره واقع في الحب؟ هتحبي حرامي؟ تعالي لماما. ده انا لا لا كده انا فهمت. روبونزل كده كبرت، روبونزل فاهمه وحلوه، انسه شطوره بجد. احساسك مش كذب، عال وحاسه بامان، روحي له وادي له التاج. ده اللي بيسعى ليه وبيكذب عليكي، هياخده منك ويطير. اسمعي الكلام، هيخلع في لحظة والمية تكذب النار. لا احساسك مش كذب، لو بيحبك هنشوف، وان مهربش ابقى خسرت. وان جيتي لتعيطي لي يبقى انا قلت بس كده. برافو عليك، ممتازة ممتازة جدا يا حبيبي بصراحة. مع تعقيب حضرتك أستاذ أشرف؟ جميلة، رغم المقطع الأولاني أقصر من الثاني، بس كانت أصدق فيه، لأن أنا هنا ما حسيتش رابنزل من أمها، بس في المجمل الأداء رائع بسم الله ما شاء الله يعني. مشروع دوبلاش كويس أوي. شكرا جدا بحضرتك. بالتوفيق. مع حضرتك تعقيب يا شيخ؟ بس البطء شوية في الأداء بزاد الإحساس شوية، عشان هنحس ان في بروزل بقى بجد. هو في عندي اخر مشهد ينفع اقوله؟ صغير مش كبير.
البدء الحكاية بدأت بأختين، واحدة بقوى خارقة والثانية بلا قوة. أحبتا رجال الجليد بجنون. أنا إنها مرتفعة، أخ أم وهوب أغلقوا كل الأبواب، فصلوا بين الأختين، لكن ما زال لديهما والدان. الوالدان ماتا. أوه أنا سأتزوج من قابلته للتو. إلسا ستحزن. ثلج هروب. بس كده. أنا معجبة بأدائك بصراحة جدا، معجبة بحضورك. لا هي أحسنت، هي الأخير. المشهد ده جاب المشهدين الفنيين يعني نسانا اي زلات او هنات في المشهدين التانيين. احسنت، برافو عليكي، بالتوفيق. وحضورها حلو بصراحه، وانا مبسوط ان هي ما بداتش بيه على فكره. لو بدات بيه وسمعتنا التانيين كنا هنتاثر بالتانيين. هو الختام اللي عملت بيبقى حلو. هي عملت كويس، برافو عليكي، بالتوفيق. شكرا لك يا حلو، موفقه. طيب الشيخ احمد، بالنسبه للمواهب الصوتيه اللي بتطلع معانا من الاطفال، امتى انا كولية امر او كأم اقدر اقول ان ابني عنده موهبة صوتية، او ان انا ابدأ اني انا ادربه أي تمارين صوتية، سواء للانشاد سواء للابتهالات؟ امتى انا كأم اعرف ان الحدس ده عند ابني؟ بسم الله. سيادتك، هو في اوقات بكون فيها الابن او النشأ بكون خالي مع نفسه، بس وليكن مثلا اثناء نومه، اثناء مذاكرته، اثناء الروقان بتاعه، هنا ببدا احكم عليه ان هو ايه، بيتمت مع نفسه او بيزن كتير او بيكرر حاجه معينه كتير، وبيحاول هو يقلد فيها الايه، الشخصيه اللي هو شغال عليها. فهنا ابدا اكتشف موهبته، ابدا اسمعه اللي هو الايه، الحاجه الاساسيه الصح. اسمعه واحد كويس، واحد ماشي كويس. يعني هو امتى اني انا ابدا اسمعه، او اني امتى ابدا ان انا اوجهه ان هو مثلا يتمرن تمارين صوت او كلام زي كده؟ بمجرد مثلا ما الاقيه هو مثلا مع نفسه كده بيدندن او كده؟ لا، ده اول مرحله، مرحله السمع، مرحله التشبع بالماده العلميه اللي هسمعها، الماده الصوتيه اللي هسمعها يعني، العلميه الصوتيه. بعد كده ابدا اركز عليه، على قوه صوته، بتبدا من حوالي 17 سنه. لا يعني السن الصغير على قده، اناشيد بس تبقى ضعيفه شويه، ما تبقاش فيها قوه عشان خاطر ما ياثرش على الحبال الصوتيه. انا ابني مثلا 7 سنين 8 سنين، اعرف منين هو مشروع منشد؟ لا مش دلوقتي، ما يبانش. لا، اول حاجه المامو بالفن، بعد كده المامو بالاحساس، بعد كده الاسلوب بتاعه في الاداء. بس برضه ما اضغطش عليه ان هو يكون مشروع منشد في تو اللحظه، لازم ادربه عند حد فاهم، عنده مقامات موسيقيه، بحيث يمشي صح عشان ما نشزش، بحيث ما يضغطش على الحبال الصوتيه، بحيث ما يدمرش صوته بدايه، لان كل سن ليه حاجه معينه يعني. واللي صوت بيستوي على 21، صوت بيستوي على 21، بيبدا يثبت على 21. ناخد بقى نموذج معانا عملي. ازيك يا بسمه، عامله ايه؟ كويسه. ايه اخبارك؟ الحمد لله. ايه عندك كام سنه؟ عندي 11. ايه هتسمعيني النهارده؟ نشيد انت والله فجر. إيه، انت في سنه كام؟ 5. اشتركت قبل كده في مسابقات في المدرسه؟ لا. طيب اتفضلي قولي. انت نور الله فجرا، جئت بعد العسر يسرا، ربنا اعلاك قدرا، يا امام الانبياء، انت في الوجدان حي، انت للعينين ضي، أنت عند الحوضري، أنت هاد وصفي، يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك، يرتوي بالحب قلبي، حب خير رسل ربي، من به أبصرت دربي، يا شفيعي يا رسول الله، أيها المختار فينا،
زادنا الحب حنينا، جئتنا بالخير دينا، يا ختام المرسلين، يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. شكرا لك بسم الله. احسنت. مع تعقيبك شيخ احمد، هو نفس اللي كنا بنقوله دلوقتي من سالت في سيادتك، اللي هو السن ما ينفعش يكون فيه القوه. صوتها كده ما شاء الله جميل. في عشان سنها. الشيء الثاني الميكروفون اسمه مكبر صوت. لو واحد يقول في محفل يبقى هيكون صوته عالي. الصوت ده هيكون مناسب لسمع الجمهور وهيكون متوازن بالظبط في المكان كله، وبحيث هو ما يتعبهاش قدام. بالنسبه لها هي سنها جميل جدا وصوتها ما شاء الله. الشيء الثاني الايقاع بتاعها كان 10 على 10. الايقاع بتاعها في الانشوده ما شاء الله، وفي استرسال في الكلمات، وفي حضور ذهني عندها ما شاء الله رهيب. برضه صوتها هيبقى كويس ان شاء الله. مشروع ممتاز. أحسن. هو صوت صابح، انا حاسس ان هو طازه. شيخ تمام مستوي صابح جدا ان شاء الله. بس هي المشكله عندها برضو الرهبه والخوف من المايك. هي وقفت اصلا. لا بس كنت بس جميله. مشروع جميل يعني. كنت جميله جدا. بالتوفيق ان شاء الله. ما شاء الله ربنا يحميك. شكرا لك. احسنت. انا بتكلم في نقطه يا شيخ احمد. انت يعني انا كأم امتى ابدا ان انا احس يعني خلاص مخي يدي اشاره ان لا ابني عنده موهبه صوتيه تمام. هيقدر يدي حاجه، فابدا ان انا خلاص تمام هو صوته هيستوي على سن 21. انا تمام. مثلا عايزه ابدا معاه من هو 5، من هو 6، من هو 7 كبدايه، زي ما بندربه في كذا حاجه للالعاب الرياضيه، وفي الاخر بيتخصص او بيبقى بطل اما بيكبر تمام. دي انا اعرفها ازاي؟ يعني ايه المؤشر اللي الام تشوفه او ولي الامر يشوفه يدي ده عليه؟ المؤشر هو قوه تركيز الطفل في الاغنيه او الانشوده او القراءه اللي بيستمع ليها ويقلدها مبدئيا. الشيء الثاني اللي في عندنا حكمه ان التعليم في الصغر كنقش على الحجر. ما يتنسيش. كل ما ادي للطفل مقامات اكتر من غير ما ادربه حتى بس اسمعها له بيكون معاه امتياز. تمام ان شاء الله. ومع اخر موهبه معانا ان شاء الله يبقى ختامها مسك، مع ولاء. ازيك يا ولاء؟ ولاء خيري. ازيك يا ولاء؟ عامله ايه؟ تمام. عرفينا بقى بنفسك. اسمي ولاء خيري، محافظه الدقهليه، سني 17 سنه، سيارات عاميه. بدأ كتابه شعر من سن صغير، من حوالي 13 سنه بدأت بقصيده صغيره اسمها انت مين، وان شاء الله مشروع شعره. النهارده هلك عليكم قصيده من كتاباتي بعنوان اخر قصيده اكتبها لك. اتفضلي. محتاجه الوقت تسمعني، ودي آخر قصيدة اكتبها لك، ودي آخر حرف في كلامي، ودي آخر كلمة في كتابي. ما أنا قررت أبعد عن الوجع واجتنبه، مش فاكرة إيه الأذاني، بعدك عني أو كونك أنت في حياتي، وبعد ده كله إيه تاني؟ مش قادرة أقول ده أناني، محتاجة الوقت تسمعني، وده طلبي منك، واعتبره عمل إنساني، أمانة عليك لا تنساني. وإن جرحتك في يوم سامحني، كان غصب عني والله، وان كنت جرحت مره فانت جرحت ياما، وكان عليا انا مسامحه، من امتى وانا قلبي اناني؟ ده انت اكتر حد اضرابي، لكونك نصي لتاني، صعب عليا اقولها لك، امانه تروح وتنساني. وان حسيتها صعبه خلينا اصحاب، ونبدا صفحه من تاني، وما تفكرش ده طريق لقلبي، ده كذبه بيضه علشانك، انكسرت مره وكفايه، كنت في عز حاجتك للغاية وانت لا تبالي، واحدة عبيطة حباني، واحدة عبيطة حباني، كونك عللتها عبط فالعلة عندك مش عندي. الحب ممكن يكون مرض، مرض، بس عبط فاعفيني منه وحياتي واعذرني، بجد انا موجوعة، صرخة قلبي تكاد الآن مسموعة، ده انا من كتر المر اللي جوايا قربت انسى طعم الفرح، قلبي اللي كان شمس وقمر بقى كتلة أحزان في مجرة. محتاجة الوقت تسمعني، وهحكي القصة من الأول ويشهد عليها الجميع. قصة بنت عانت لأنها أمنت في يوم بوجود الحب،
وجود الحب. ودي هي قصتي، ودي البداية، قصة بنت مريضة. مريضة، دكاترة كتير نصحوني وقالوا الأهل يمنعوني عن الوجع، وإن في عز الحاجة يسندوني. من قلبي ضعيف، أنا قلبي ضعيف ما يستحملش جرعة زيادة من الوجع أو كسرة قلب من انخدع. وفضلت أكتم جوايا وأخبي، زاد مرة دي فيا وتعبني، دخلت في حالة نفسية ويأسوا وقالوا منسية منسية. نصحوني كتير أتغير وأدوس على قلبي وأتخور. كبرت، كتمت جوايا، طلعته في قصة ورواية، كتبته شعر وقصايد، اتخلقت في وسط ناس ما يعرفوش معنى الحنان. الغدر حاجة مستباحة والحب لعنة، الحب لعنة من الزمان. حاولت أغير القواعد، حاولت. هاجموني هاجموني وقالوا إيه جرالك، نسيت عاداتنا وتقاليدنا، نسيت يا بنت حتتنا. جرايا عالم، جرايا ناس، الحب أصبح جريمة، الحب أصبح جريمة. أي قانون في الدين قال كده؟ ده خديجة حبت محمد، ده خديجة حبت محمد، فأنا ليه ما أحبش فلان؟ حسيتني اللحظة في الجاهلية، الكل عداني وجي عليا. ليه يا رب؟ ليه يا رب خلقتني في وسط ناس ما يعرفوش معنى الحنان؟ الغدر حاجة مستباحة، طب الحب لعنة؟ مش قصدي أكفر والله، بس أنا إنسانة وعادي أحب، فليه القلب مخلوق مدام ممنوع من الحب؟ كسرت كل القوانين، مسبتوني على راحتي هبقى فلتانة وقليل الذوق. ليه ما تقولوش هعيش ويطلع لي صوت؟ مش كفاية الحب لعنة، يا ناس حرام شوية رحمة. قالوا الغنى بوابة، مش فاكرة إن كانت غابة بيرموا فيها أحزانهم. مش فاكرة إيه اللي أذاني، تمام. برافو عليك، احسنت استاذ اشرف. خامة طيبة جدا في كتابة شارع مياه، خامة طيبة بجد. نفس الملحوظه بتاع كل مره، مش هنقولها بقى، هتكلم معاكي بره هقول لك. اولا غير من طريقه الالقاء، ليه تحفظ عليها قلنا هنبقى نتكلم فيه. القصيده عايزه تختصر شويه، بس لما نقول في شاعره، في شاعره طبعا، وبالتوفيق ان شاء الله. خامه طيبه. وانت حضرتك بعتيها الشيخ احمد، ما شاء الله ربنا يحميها، مستقبل مبهر ان شاء الله. بس ولكن طبعا جبت الحب في الدين، والحب من صميم الدين، من صميم الدين. ولكن لما اجي انطق المثل اللي هو مثل الحب في الدين حبيبي، على ما اقولش خديجه حبت محمد. ايوه خديجه دي طبعا ام المؤمنين، يبقى امنا خديجه حبت سيدنا محمد. ايوه بس هي السيده خديجه رضي الله عنها وارضاها، هي ما حبتش الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الزواج، يعني هي كانت يعني كان في ان هي شاب هو الحب الشامل. يا دكتوره بتقصد الحب الشامل، هي حبت سواء كان قبل حبت هي انت قصدك قبل الحب الشامل الزواج ولا هي ولا بعد الحب ذاته؟ هو الحب ذاته مش قضيه شعريه، مش قضيه شعريه، قضيه منفصله. تمام. يعني ولكن مش قضيه قصيده، ولا العقيده كعقيده طبعا. انا ما ينفعش اقول على بابا، الشيخ بيتكلم كعقيده. ما دي اللي انا قصدي عليها، يعني مثلا ما اقولش ما ينفعش اقول بابا، اقول عليه محمد ولا السيد ولا كذا. انا كنت صح اقول له كده، احترم بابا، ولكن ده مين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اقول مكسر بالقصيده مش مشكله، اصل هي عاميه، مكسرها مش مشكله. اقول امنا خديجه اللي هي ام المؤمنين، لو انا مؤمن حبت سيدنا محمد. انا مش هقول حبت، هقول الرسول على طول. انا شايفه ان هي جايبه القصيده فكرتها عن الحب، فهي بتضربها بمثال عن الحب اللي قبل الجزائر. المثال جرارة الاسماء يا استاذة، عن مثال جرارة الاسماء، ما ينفعش يجرر الاسماء. غير فكره سيدنا. تجريد الاسماء، فكره المثل نفسه. انا اعترض على كده، اعترض على الحته دي، على تجرر الاسماء يا استاذة، فاهماني؟ اعترض على تجرر الاسماء من الصفات. تبيها بالرموز. امنا هي مين؟ امنا خديجه، امنا خديجه حبيبنا محمد او سيدنا محمد. وانا بتكلم على ايه؟ على تجارب الاسماء من الالقاب، وما ينفعش.
الأرقام. أيوة. ماشي. أه النبي. أقول قصيدة بس صغيرة عن نفسي. الدكتورة اللي تقول لك عشان الوقت. عشان الوقت. طيب يعني في معنا وقت؟ طيب قوليها بس. امسكي في ايدك. لا اعكسي. اطلعي لفوق شوية. يا عزيزي اسكتي موجوعة. بخاف من الصمت يقتلني. محتاجة أصرخ أو أزعق. وأبقى في صمتي مسموعة. ضعفي مشاني جنب الحيط بكتب على كل حيط أغنية على صوت الناي بعزف كل ألحاني على ورق الشجر بكتب قصايد مفتوحة ملقش ليها نهاية بسيب الزمن ينهيها بخاف أفرح من قلبي يمكن دفوبيا من الفرح أو هستيريا قلبه مريض في يوم من تاريخ النهاردة كان كل حاجة عادي فجأة الميزان اختل أحداث بتتكرر ومليء الذنب ولما الحدث يسبق اوانه كل شيء يختل بخاف على قلبي يحتل خايف في يوم اصحى الاقي ذكرياتي في غرفه الانعاش كان غصب عني بس ده المكتوب تبعد الوف كان نفسها تكمل في البدايه كان صعب في البدايه كان صعب ابعد دلوقتي عادي الالم بتطيب والجروح بتلم في البدايه كان صعب ودلوقتي عادي كل شيء بيهون حتى الجراح بتلم وصدقني الامل في رجوعنا بقى صفر فوق الصفر كل شرخ في قلبي مليان جراح بالكوم فهيجي جرحك ايه يعني هيجي جرحك ايه يعني في وسط كوم هموم صدقني البعد عادي وكل شيء بيهون ومستني نحلاحة البنات احب اطمنك انا مش في دول انا ثقتي في نفسي عامية وشكت الغرور والغرور اعمى والكبرياء بيزل صدقني البعد احق انه في النهاية ينول الامل في رجوعنا الصفر فوق الصفر مفيش تاني يعني صفر جميل نفس الملاحظه الاولى بالظبط مفيش جديد لا انا بس الملحوظه اللي عندي عشان بس اقول بقى انا ما بعقبش طبعا يعني بس هي اللي هو الفكره ان كعقيده انا يعني طبعا مع احترامي لقول الشيخ ان مش فكره معايا اللقب انا مش فكره معايا مش في اللقب فكره معايا في ضرب المثال ان ضرب المثال ان النبي صلى الله عليه وسلم والسيده خديجه ام المؤمنين ان هو يضرب في قصه حب مع احترامي طبعا طبعا لكل مشاعر الحب اللي احنا بنمر بيها كلنا لكن شايف ان هي يعني لا المقام اعلى من ذلك يعني هي مش فكره الفكره معايا انا مش فكره ان انت هتقولي حسن. سيدنا محمد او امنا خديجه لا احنا بنتكلم دلوقتي في قضيه حب لك انت تعبري عن احساسك زي ما انت عايزه طبعا مع احترامي للاساتذه انا بقى يعني بعيدي عن لكن دي يعني. النبي صلى الله عليه وسلم والسيده خديجه والسيده عائشه يعني دول رموز قويه جدا للدين والطهر طبعا دي نقطه والنقطه الثانيه اللي انت قلتيها ليه يا رب خلقتني في لا انا عايز اقول لك على حاجه احنا كمواهب احنا بنحب ان احنا نقول دعوه للامل دعوه للاحساس فانت ممكن تعبري عن احساسك ايا كان الاحساس اللي انت عايزه تعبري بيه بس انا بحب اللي هو في الاخر فتحه نور لكن يعني ما ينفعش انت كشاعره حد مثقف حد ليه مستقبل حد جاي تعبان كل ده في السفر عشان يقول انا اهو نيجي مثلا بيدي انت بتدي نموذج للشباب يعني انت العمل بتاعك ده خلاص انت بتقولي انا نموذج شاعره يعني بتدي دعوه للشباب فلا ليه يا رب فالناس طبيعي هتيجي بعد كده هتقطفي نفس الاثر فاهمه قصدي يعني احنا عايزين نبقى عندنا رؤيه مختلفه في الفن اللي احنا بنقدمه في الابداع اللي احنا بنديه لكن عجبتيني جدا بجد ورجوع الامل في رجوعنا صفر فوق الصفر يعني لا و جميل وكنت مؤثره جدا يعني اثرت فيا جدا والله العظيم وكنت يعني هي تجربه اتحكت لها على فكره هي مش تجربتها يعني هي تجربه اتحكت ليها هي مش تجربه واضحه جدا ان هي التجربه امليت عليها مش هي اللي هي على صاحبتها زعلانه ربنا لا احساسها عالي موفقه ما شاء الله تمثيل ولا كويس يعني ان شاء الله ممتازه ولا ممتازه جدا ربنا يحفظها ربنا يبارك فيك احسنت وصيه يا ولد طيب يا استاذ اشرف لو حضرتك تدينا مثلا نموذج من قصيده عن القصيده الفلسفيه او عن فكره فلسفيه كعمل ممكن حضرتك تقوله خاص بيك تمام احنا قلنا هنخرج بره الاطر الوجدانيه عايزين حاجه فلسفيه ندي نموذج للشباب تطبيقي عن الحاجه الفلسفيه ايه العمل الفلسفي اللي احنا عايزينهم يعملوه يعني غير الاحساس والحب والحاجه فلسفيه بقى انا كتبت قصيده
عن تجربة بنت أنا بتكلم بلسانها. فهي بتقول طلبت النيش، طلبت النيش، عيونه قالت ميت نعم، لمحته كطير محصور في شريانه النغم، وفرد جناحه كان مكسور، وبيحاول يبان قادر ومش مقهور، بصوت مشروخ نطق لأ يا بنتي مفيش، جهازك ماشي بالزقة، بقدملك بواقي الستر، وبوهبلك ربيع العمر يا بنت الرحمة مطلوبة. أنا وأمك بنينا البيت، جمعنا من الرضا طوبة، وطوبة من عجين الصبر عصير القلب يسقيهم، ما كانش حدانا نيش وصالون، ولا فكرنا نقنيهم، أبوك يا بنت مش بخلان، لكن إيدي ما تملكش اللي في إيديهم، يوم عرسك ومن أول دبيب كعبك ده كان يوم اللي بترجاه، جمعت الفرح تحويشة ووفرته عشان ألقاه، وبتمنى أشوف مارد يقول شبيك معاك كل اللي تتمناه، أنا إيلك كنوز الأرض أبعترها وأقول الله، فمتلو منيش عشان ما قدرتش أتشطر وأجيبلك نيش، كلامه ساعتها كان بارد ما بيدفيش، لكن حضنه اللي بكاني ولمعة عينه من يومها تزلزل كل أركاني، أقول يابا يا ريت العمر يرجع بيك، ولا كنش سبب دمعة تبان في عينيك، يا ريتني ساعتها ما ضايقتك وزعلتك، وكلمة عايزك اتوقفت على لساني، لكن برضو أنا بعذري محدش قال ووعاني، أنا بنتك وعارفة إنك مسامحني، ما هو انت لو تصيب ضلعك تسامح بس من تاني، ده انا اللي كنت بتمسح في طيف ضلك وبدار في حيطان قلبك، كفايه الفرحه في عيونك وانا متشعلقه في كتفك، انا يابا اشتريت النيش فتحته في يوم لقيت فنجانك الوردي، ورغم الزحمه في الفناجين بشوفه اغلى شيء عندي، في يوم ما قلتلي تذكار خديه من ايدي ده هديه بسيطة، ولكن هي حاجة في مرة تفكرت بيا، وأنا والله منسيتك، أنا اللي حياتي منسية، برغم الزينة والصيغة وكمية من السرافيس وكام تحفة وكام نجفة، وبيتي حتة من الجنة لكن خالي من الأحاسيس، لا فارق نيش ولا موبيليا وحاسة مشاعر مرمية، أنا يابا اشتريت النيش لكن صدقني من بعدك كأني منيش، كأني منيش. جميل، الله 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 يا استاذ اشرف، حلو المدخل واحساس الاب واحساس البنت. بقى انا عايز اسمع مقطع. لا 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 طبعا لا حضرتك على راسنا، لا 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 هو حلو، يعني حضرتك حكيت عن شعور الاب والبنت واحساس وتجربه، بس المدخل مختلف خالص يعني، وجبتها عن طريق قصه هي تخيلت وكان ازاي وقالت كان ازاي، واتعمل حوار درامي وخط درامي بينهم بين واحد اصلا مش موجود هو توفى. أي أي والبنت أي، فهي بتحكي تجربتها عشان اللي جاي يستفيد مش عشانها هي، هي خلاص. لا هو مدخل القصيده رائع، ان احنا يعني بنحكي كل المشاعر عن طريق النيش والاحساس والاسترجاع. هو بطل القصيده نيش، هو نيش هو بطل القصيده. لا لا مدخل مختلف بصراحه جدا جدا يا استاذ اشرف. طب شيخ احمد، بالنسبه للمقامات والحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها برضو، عايزين نقدم نموذج ننهي بيه الحلقه بتاعتنا. حضرتك قبل كده قدمت لنا ابتهال، يعني ممكن تقدم لنا انشاد نشوف فيه بقى المقامات برضو كنموذج تطبيقي. تمام، هو في حاجه عن مصر ان شاء الله، لانه يعني بعشق مصر وتراب مصر. تمام، بسم الله. مصر الحبيبة نورها أغناني، وجمالها يجري به شرياني، وجنودها بالنصر نالوا عزة، والله أهداها من الشجعان، عبروا القناة بقوة لم يسمحوا
أن يستبيح بلادهم عدواني. إن المحبة للبلاد تسابقت بقلوبهم في ساحة الميدان. والله أنزل جندها في قوة والله أنزل جندها في قوة وعليهم ثوبا من الإيمان. مصر الحبيبة مصر الحبيبة مصر الحبيبة فضلت بشبابها هم مثل سيف فوق رأس الجاني. وأرى بمدرسة الهدى أشبالها في عزمهم كالنهر في الجريان. يا رب يا رب يا رب فاجعلهم شموسا للدنا وارزقهم من محكم القرآن. واحمل البلاد من الأذى يا ربنا أنت الكريم وخالق الأكوان. شكرا لك جدا يا شيخ أحمد. طبعا يذكر ده طبعا قصيده للشاعر الاسلامي احمد مكاوي الذي اكون له كل تقدير واحترام وربنا يحفظه ويبارك فيه. شكرا ليك وشكرا للاستاذ احمد. شكرا استاذ اشرف. شكرا. وبشكر كل متابعينا وانتظرونا ان شاء الله في الموسم الثاني بالاطلاله الجديده وهيتم الاعلان عنه في ارقام التواصل الخاصه بالبرنامج. متشكره ليكم جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.